السلام عليكم، معكم رحاب في درس جديد من دروس الإتامين. النهاردة احنا عايزين ننفذ الباترون ده للرسمة على المفرش. زي ما شايفين كده، هي طبعا رسمة صغيرة مش كبيرة، عشان بس ايه لسه في البداية وكده، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية برسومات جديدة تانية. كل مربع من المربعات اللي في الورقة بيمثل مربع من اللي في القماش. هنا ممكن تحددي كمان الرسمة بالألوان اللي هتشتغلي بيها، يعني ممكن ان ورق الشجر والورد، ورق الشجر يبقى بالأخضر والورد بالأحمر، وترسميهم تلونيهم بنفس الألوان على الورق عشان تنفذيهم بالضبط. هنا انا استخدم الخيوط القطن دول، اللون الأخضر واللون البينك. أول حاجة انا عايزة اعمل الرسمة في النص، فبعد انا هنا عدت 8 مربعات رأسي و8 أفقي عشان أحدد المسافة بالضبط. أنا هنا قربت قوي من الحرف عشان هي رسمة كلها صغيرة مش كبيرة. لو هي أكبر من كده أنا هبعد شوية عشان ما تبقاش كبيرة قوي ونزل لتحت قوي. فزي ما شايفين أنا علمتها، وهنا أخدت العلمة بالإبرة زي ما شايفين. دلوقتي هبدأ. هنا ملحوظة بس مهمة، هنا أنا مش بعمل عقدة ولا بعمل تثبيت، انا بعمل بس مجرد شكل كده، انا بطلع جزء صغير جدا من الخيط بسيبه، وبعدين بشتغل غرزة. الغرزة طبعا كلنا عارفين غرزة الإتامين بتبقى على شكل حرف اكس كده، لازم ما تبقاش مشدودة بالشكل ده. اهي كده الحرف انا بدخله اهو تحت الخيط، وكده خلاص انا كده ثبت وعملت اول غرزة. علشان ما يبقاش فيه اي عقد ولا اي حاجة مش مظبوطة، هنا انا فاضل لي هنا في الورقة موجود في الباترون، هنا انا كنت مثبتها باول غرزة، وبعدين هعمل غرزتين عشان هما ثلاثة، هم ثلاث مربعات انا بادئه بيهم، بشتغل في اتجاه واحد وبعدين بعمل العكس. هنا انا هاخد كمان التلات مربعات اللي جنبهم، او تقريبا المربعين اللي جنبهم بنفس الطريقة. اتجاه واحد وبعدين ارجع بالاتجاه المعاكس عشان اعمل علامة الاكس. هرجع عليهم كلهم بالشكل ده. طبعا انا عملت كده الاثنين، والاولانيه انا كنت مثبته بيها وعاملاها، عايزه اتنقل لغايه فوق الاثنين دول عشان اشتغل الغرز بعد كده فوقيها. فدلوقتي انا مش همشي بالخيط مره واحده واطلعه من الناحيه دي عشان اعمل الاثنين دول، لازم همشي من جوه كده. ايوه كده زي ما شايفين، يبقى بتنقل من مكان لمكان عن طريق الخيوط اللي انا شغاله بيها كده، وبعدين ابتدي اطلع بقى من هنا عشان اعمل الغرزتين دول، وبقرب لهم على قد ما اقدر وبعدين اطلع عشان ما يبقاش فيه خيط ماشي مسافه طويله ورا الشغل. يبقى انا هاخد التلاتة وبعدين الاتنين، وبعدين في اتنين تانيين هيبقوا برضو ايه فوقيهم. باخدهم كده. يبقى هو الاتامين بيعتمد على العد، وبيعتمد على عدد المربعات وطريقتهم. لازم يكون قدامنا الباترون. طبعا انت لو بتنقلي باترون ده من موبايل او من صورة عندك في على التليفون او على الكمبيوتر، لازم تنقليه على كراسة وتكون مربعات ومربعاتها صغيرة كده بالرسمة كلها. ممكن زي ما قلتلك انت مثلا انا شغالة هنا بالاخضر، انت هتعملي هنا بالاخضر، يبقى ترسمي باللون الاخضر.
والجزء اللي هتعمليه بالرز او بالبينك تعمليه بالرز لونيه، الجزء اللي بالاحمر تلونيه بالاحمر، حتى كمان عشان تشوفي شكل الالوان ايه معاكي وشكله ايه حلو ولا لا، وبعدين تشتري الوانك. هنا انا هعمل دول الثلاثه دول تحت الاثنين، ادي كده انا برضو كله بشتغل في اتجاه واحد وبعد كده برجع تاني في الاتجاه المعاكس. في تلاتة تانيين تحت كمان هاخدهم، يبقى لازم الرسمة تكون مظبوطة ولازم تكون ايه واضحة قدامك بالأرقام بالأعداد. اللي بيفرق بقى بين شغل الكنفة وشغل الايتامين، الايتامين بتبقى باترونها كده بره، الكنفة ما فيهاش باترون بره، بس هي طبعا الرسمة كلها موجودة على المفرش او على القطعة اللي بنشتغل فيها بألوانها كمان. يعني انت بتشتري لما بتروحي بتشتري الالوان اللي موجودة كلها، هتلاقي كلها موجودة في الورقة في الباترون اللي معاها اللي مع الكنفة، وانت بتشتريها موجود كده على جنب كل لون الدرجة بتاعته ورقمه، عشان بتشتريه بالأرقام. بيبقى بقى الرسمة ممكن يكون فيها 12 لون، ممكن يبقى فيها 10، ممكن يبقى فيها 20، على حسب درجات كل لون. فدي مش بتحتاجي فيها حاجة، انت بس بتحطي اللون على لونه، بتحطي كل الخيط على نفس اللون اللي هو معمول بيه متلون بيه. انما هنا احنا بنعد ولازم نظبط العدد وكده عشان تطلع الرسمه معانا مظبوطه. انا كده خلصت الجزء ده، يبقى انا كده عملت الساق وعملت ورقه شجر، دي كده دي ورقه شجر اللي فوق بعض دي. هنا انا طبعا هبتدي اتنقل لجزء تاني، برضو طريقه النقل من مكان لمكان هيبقى بالخيوط اللي انا عاملاها، مش بالخيوط القماش، بالخيوط اللي انا شغاليها. يعني كده بصي انا بمشي ازاي على الخيط نفسه اللي انا شغاله بيه، مش باجي خالص عند القماش. هنا بقى من عند الاتنين دول انا بدأت، لازم تبقي دقيقه شويه في نقل الرسمه على القماش. هنا من هنا بالظبط انا نقلت، بدأت من هنا ان انا هبتدي ايه اعمل التلاته دول الاول، يبقى ورقه الشجر التانيه هبتدي اعملها. نجي التانية كده كده التالتة اهي ناحية واحدة، وبعدين هرجع العكس. انا اخترت رسمة بسيطة جدا عشان تبقى كتعليم، تكون بسيطة وتكون صغيرة مش كبيرة وما فيهاش حاجات كتير، فيهاش شغل كتير. اهو بعد كده هنعمل الاربعة دول بالشكل ده، دي كده الرابعة اهو، تيجي بقى ايه نكملهم. سامحوني لو بطول شوية في الفيديو، بس انا مش بجري علشان تبقى كل حاجة واضحة، ويعني يبقى الشرح متكامل، متبقاش فيه حاجة ناقصة خالص ولا اي حاجة.
بعدين هسيب مربع وبعدين اعمل 3 دول، هي هنا بسيب المربع دول الاولاني وببتدي من بعده. وبعدين هعمل 2 دول وبعدين واحدة. اهو هنا انا هعمل 2 وبعدين فاضلي واحدة هعملها. وبعدين المفروض ان انا هثبت وهقطع الخيط. انا كده عملت الجزء اللي تحت كله خلاص، كده انا مش محتاجة ان انا اكمل بالخيط، انا هقطع بس. هعمل ايه علشان ما فيهاش تثبيت وما تبقاش الخيط ده سميك شويه، لو ثبت هتبقى الخيوط كتير مكلكعه. فانا همشي كده من جوه اكني بالظبط بتنقل لمكان تاني، هبتدي امشي بس هلف لفه يعني كويسه يعني كده. المسافة تكون طويلة عشان ما يتفكش زي ما شايفين بس كده. وبعدين هقطع الخيط كده خلاص، كده مش هتتفك، ما تخافيش منها مش هتتفك، لان الغرزة بالطريقة دي بعلامة الاكس دي هي اصلا الغرزة بتبقى ثابتة مش هتتفك. كده انا عملت دول، هكمل برضو بالخيط ده، بالخيط الاخضر برضو الجزء اللي فوق ده. بنفس طريقة التثبيت اهي، بسيب جزء صغير كده. انا كده المفروض اشتغل 4 كده، 2 3 4 وبعدين بقفل الجزء اللي انا كنت بادئه منه بخليه تحت الخيط. كانت طويله في قصتها. وبعدين ابتدي اعمل تاني فوق تاني صف. هنا انا بعمل اي حاجه باللون الاخضر اللي مرسوم كله على الورق، بس انا رسمه بالاسود انا بعمله بالاخضر عندي على القماش. وبعدين الحاجات اللي مرسومه بالاحمر انا هعملها باللون الروز. هنا طبعا اللون فتح عشان هو اللون جانجو، الخيط الوان جانجو كذا لون غامق في فاتح يعني، فبقى معايا الجزء الفاتح. يا رب يكون واضح.
بحاول اخلص كل الحاجة باللون الاخضر عشان بعد كده امسك اللون التاني. هنا انا خلصت اللي باللون الاخضر كله زي ما شايفين الرسمة اهي اتنقلت، بس طبعا عشان المربعات هنا كبيرة وهنا صغيرة بالشكل ده. هنبتدي بقى نعمل اللون التاني لون الروز بنفس طريقة التثبيت اهي. شغله سهل جدا الايطاليين، بس انت لازم يكون قدامك الباترون عشان تشتغلي منه عشان ما يبقاش فيه حاجة مختلفة. يعني لو بتعملي الرسمة دي على فوط سفرة او كده لازم بتعمليهم كلهم زي بعض، فلازم تبقى قدامك الباترون او الرسمة تنقلي منها على طول تعرفي عدد هنا ايه وهنا ايه. اهي كده الاتنين دول فوق بعض عملتهم. هنا انا بنقل العدد بالظبط وبرجع العكس.
هنا برضو انا هثبت برضو بنفس الطريقة، همشي في ظهر القماش، بعدي جوه الخيوط اللي انا عاملاها، مش خيوط القماش، الخيوط اللي انتي مشتغلة بيها اهي كده، وبعدين اقص الخيط اهي الرسمة كده، الظهر بقى مفهوش اي حاجة، والوش كمان بقى جميل زي ما شايفين، ولا خيط بيتفك ولا اي حاجة. اهي دي الباترون والرسمة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ما ينساش اللايك والشير والتعليق، وكمان يشترك في القناة، وكل متابعيني لو عندكم اي استفسار قولولي عليه. مع السلامة.